في المحاضرة دي هنتكلم برضو على شيء تاني برضو ابستراكت، بس يعني قريب من شكل زي شكل الطيارة كده، مش عارف، بس يعني حاجة زي كده. تعالوا نحط كيوب وعلى طول رايت كليك في النص، بما اني هشتغل النصين زي بعض، وهروح هنا واقوم شايل دول، بعد كده هقوم رايح حاطط سيمتري ورامي ده جوه السيمتري كده. انا هشتغل ومليش دعوة بحاجة، هاخد دول وانزل بيهم تحت شوية. اوبس، كنترول زد، دول حبة ودول كده شوية ودول خدهم كده حبتين، يعني حاجة بالشكل ده كده. بس تعالوا نحط شوية سبورت لوبس، واحد هنا واحد هنا، عشان ده احنا بنعمله علشان بس ناخد الشكل بتاع الشيب بتاعنا يبقى عامل ازاي. تمام، كنترول ونشيل ونزق مثلا دي كده شوية وناخد دي ونزق دي كده شويتين، يعني مجرد شيبينج بالشكل كده. ممكن ناخد دي كده شوية، تمام كده الدنيا كويسة قوي. بعد كده ممكن ناخد ال HD مع ال HD وناخدها كده حبة، بحيث نديها الشيب ده، وممكن ناخد هسيب دي زي ما هي كده. طبعا نعمل رايت كليك وناخد لوب و يعني تعال نحط لوب هنا، نحط لوب هنا، ممكن ناخد بقى لوب زي ده كده وناخد الاتنين فيز دول مع الاتنين دول. كل الحكاية بس هقوم جاي عامل سكيل تمام بالشكل ده عشان نشوف الت، وناخد ده جوه صب ديفيجن سيرفس، هنلاقي الدنيا بدأت تمشي معايا بالشكل ده كده. بس انا عايزها شارب شارب عن كده، فاعمل كنترول زد وارجع دي كده، وهحط لوب تانية هنا كده، كنترول، وهشيل ده واشيل ده كده، هتبقى شارب تمام كده، هتبقى شارب. وهاخد شاربنس، ايوه بالظبط كده شاربنس اللي انا عايزه. تمام، نشتغل كده واحنا مرتاحين. ان بي عشان نجيب الجروت شيدنج لاينز، تمام. وتعالوا نشوف ممكن نعمل تفاصيل ايه تاني. طيب انا عايز اعمل سكيل الكيوب ككل، عايز اتاكد لو انا قفلت السيمتري، انا عايز اتاكد ان السنتر بوينت دي او الاكسس او البيفت دي بنسميها البيفت اللي هما التلات محاور، البيفت بوينت في النص. هروح لمش اكسس سنتر، بلاش دي، تعال نبص على دي كده.
انت عايز على اكس صح، انت عايز تسنترها كده وعايز تسنترها على زد، مظبوط تمام. قول له اوتو ابديت واديتور ابديت، تمام كده هي متسنتره بالظبط. بس خلي بالك اكس جايه غلط، اكس محذوفه هنا، فانا عايز اقول له كده كده، يبقى انا سالب 100 ضمنت ان هي بالظبط في النص. بس خلاص اقفل دي، افتح السيم تاني بالمنظر ده. لو عملنا كده عملنا سكيل ومظبوط كده تمام. نيجي بعد كده هنا ونشوف ممكن نعمل ايه. تعالوا ناخد عايز سيلكت الايدجز اللي بره دي، بدل ما اشتغل بالسيلكشن العادي ده ممكن اروح لسيلكت واخد حاجه اسمها باث سيلكشن. هو الباث سيلكشن هيخليني اضغط واسحب كده. طب انت وقفت وضغطت بره، عايز تكمل شيفت وكمل، تمام كده انا عملت باث سيلكشن. بصوا بقى انا عايز اعمل اكسترود لجوه، بس هاخد الايدجز دي بس. رايت كليك وخد السلايد تول. السلايد تول لما بتسلكت انت اكتر من ايدج البارامترات بتتحول. في عندك حاجه اسمها كلون، تمام انا ممكن اخد كلون تمام و اسلايد الايدجز زي ما انا عايز بالشكل ده كده، اداه جميله جدا جدا جدا. بعد كده هاخد شويه اللي جوه دول، رايت كليك واكسترود انر. اكسترود انر مهم جدا ليه؟ انا عايز اعمل هنا زي فتحه كده، فانا هاخد اكسترود انر اللي جوه تمام. بعد كده رايت كليك اكسترود او ايه الافضل، افضل ان اخدها اكسترود على طول. لا اكسترود انر، بس قبل اكسترود انر عايز اتاكد ان مفيش هنا فيسز بزياده. رايت كليك تاني اكسترود انر، ما تيجي نخلي الشيب ده احسن من كده. انا هاخد دول او الفيس ده كده واطلع من كده، وعايز اتاكد ان هو على سكيل زيرو. بعد كده هاخد بقيه الشيبس دي رايت كليك اكسترود لجوه. انت لو شفت الشيب اللي هيطلع تمام، رايت كليك تاني اكسترود انر تاني. الاكسترود الانر ده علشان اعمل الايدج. رايت كليك تاني اكسترود ولجوه، خلي بالك علشان هنا اهو في فيسز هتبوظ، فما تسحبش لجوه قوي. ديليت. بص بقى كده زي الفل. خد بقى شويه البوينتس دي رايت كليك وقوم قايل له اوبتمايز، شيل الاخ. طبعا لو اتنططت عشان كنا نجيب ده بالطريقة العادية ما كانتش هتيجي. تعال بقى نديها شوية سبورت سبورت ايدجز علشان نظبط الشيب بتاعنا. نصيحة بقى، خلي دي هنا قريبة كده علشان لما نشتغل اهو هو هيطلع هنا تمام.
جميل ورائع وملخبط زي الفل. طيب نحط support edge هنا, support edge هنا, وسبورت هنا, سبورت هنا. بعد كده نقوم رايحين جايبين اللوب سيلكشن ونسلكت اللوب ده مع اللوب ده, رايت كليك اكسترود, اوبس, ايوه كده, ما تشدش قوي لان انا متاكد ان اهو اهو كنترول زد. انا برضو بقول في حاجات تدخل في بعضها. بصوا الفكره في المحور, انا زقيتها جوه عشان اشوف المحور فعلا لازم هو كده. يبقى نرجع تاني في كلامنا بقى ونطلع بيه لقدام هيطلع مظبوط. هو واضح ان هو عايز يعلى عن كده, يعلى قوي لان الفيسز قريبه من بعضها وممكن يحصل لخبطه جامده قوي يعني. رايت كليك و اكسترود انر, اكسترود صغيره كده, وبعدين رايت كليك تاني وناخد اكسترود الجول. تمام كده اهو هنلاقي ان ايه, هنلاقي ده كده. طبعا هنا انت محتاج تزود دي كمان, غير كده هنروح للايدجز كنترول اي رايت كليك, وهم قالوا امبريك فونج شيدنج, ولو ان بصراحة ربنا هنا في لخبطة, بس يعني انا مش هتعرض لها, انا بصراحة ما خدتش بالي منها, فانت تبقى خد بالك لان فعلا هنا في لخبطة. كنا المفروض نزود الانجل كمان عن كده يعني. هو بص هو ما لحمش بس والله يعني هي ممكن رايت كليك وهنقول له بوليجون تول, وهناخد من هنا لهنا لهنا, لا كنترول زد زد تاني رايت كليك, وناخد اللاين كات من هنا لهنا لهنا, سكيب من هنا لهنا لهنا, سكيب دول دول ودول ودي ودي, رايت كليك ديسولف. ظبطت هنا, ظبطت هنا, بس هي الفكرة ان احنا نعمل رايت كليك والسلايد والبوينت دي, راحت راحت راحت, ايوه البوينت دي, البوينت ده اهي يتعمل لها سلايدنج لجوه كده افتكر في بوينتين اهي, ديليت رخمة رخمة الحتة دي. ايوه تمام, دول بقى كده ما ينفعش يفضلوا سايبين بالمنظر يعني. لو يعني عملت كده الاقيها مضروبه بالنار لان مفيش هنا حاجه ماسكه البوينت دي. طب تعالوا كده نشوف نقدر نمسكها ازاي يعني, احنا هنقدر نعمل فيها ايه. هناخدها ونمشي بيها لبره, رايت كليك وباللاين كات ونتسلى ونتسلى معاها كده تمام. لغا المايف قطع اللاب, كنترول زد مع البتاع دي ما فيهاش هزار بصراحه, المايف قط دي فعلا ما فيهاش هزار. ناخد دي من هنا لهنا
ليه كده؟ كنترول ايه اكيد فيها حاجة غلط. اوبتمايز مفيش. طب ليه بقى؟ ليه انت مش عايز تعمل الكاتس؟ ليه؟ هنا في كام نقطة شيفت كده ومفيش حاجة. طب هنا شيفت مفيش حاجة. طب امال ايه؟ غريبة والله، غريبة فعلا. يعني كويس لو جينا عملنا كده هنلاقي الجنب ده اتظبط. فاضل بقى الجنب التاني، الجنب التاني اللي هو ده. تمام، بس الأول عايزين نظبط ده. رايت كليك ولاين كات، كل ده عشان مخدناش بالنا واحنا شغالين. بس كويس عشان تبقى عارف لو حصل. طبعا شيفت ونمسك الايدج دي، نمسك الايدج دي، رايت كليك ديسولف. اوعى تدلت، اوعى تعمل ديليت. كنترول ايه، رايت كليك، اوبتمايز، رايت كليك تاني، لاين كات. فين بوينت لوحدها؟ ديليت للبوينت دي. فين بوينت لوحدها؟ ديليت برضو للبوينت دي. ما افتكرش ان في بوينت تانية لوحدها. في لمحته اهي. هو افتكر كده تخلي عندها دم وتظبط ان ايه. شكرا، بس الحمد لله. فضل الحته دي. ايوه اهي، شفته اهي دي. كليك يمين نايس، وناخد برضو سبورت لوب. تمام، فاضل هنا برضو اهي نفس النقطة دي، برضو هنفضل ماشيين بيها كده. بس عموما لو انت خدت بالك من الاكسترود من الاول مش هيعمل ده كده. تمام، تتعلي ترفع الانجل بس. طبعا ممكن اكمل تصليح، بس بصراحة يعني خلينا بقى نكمل كده كده، دي بعيدة قوي مش باينة. نكمل في الشيب، في الشيب بتاعنا. لو احنا نعمل ايه، تعالى نعمل البتاع اللي هي الشكل الدائري اللي هنا. طبعا يعني دبل كليك، حط دي هنا دبل كليك بسرعه كده. نعمل الماتيريال بتاعتنا اللي بنعملها زي كل مره. ناخد دي في الريفلكتنس، هسيب ده الحاله الوحيده تقريبا اللي سبت فيها البتاع ده. تمام، هنعلي الويتس حبه، وناخد الفولوف ورسمنا كده بحيث يعني. ايوه كده، ايوه كده، عايز يبقى شايف. تمام، انا هعمل ايه بقى عشان نسيت؟ المفروض ان عايز اعمل هنا حاجة كده، نشيل ده كده بس. بالظبط هو ده.
عايز اقربه الى حد ما، يبقى يعني يدي زي دايرة كده. فاحنا لو خدنا ده وعملنا كده، نضغط ان مع بي عشان نجيب الكروت شيدنج، ونفس الحركة انا ممكن اعمل، على فكرة انا ممكن اعمل كده واقوم عامل رايت كليك واقوم عامل اكسترود انر وهتمشي، بس هضطر ادلك الاثنين فيس دول في الاخر. فانا عشان اوفر على نفسي خطوة هقوم رايح هنا ونفس السكة، سيلكت باث سيلكشن واخد الباث ده اهو انا عايز ده تمام، وبعدين رايت كليك واخد السلايد كالعادة كلون نتعلم عليها وخد دي لجوه كده، بس وفرت على نفسك خطوة تمام. بعد كده هناخد دول وكنترول ونسحب، كده كده هنلاقي فيس، بس كده كده هندلته مش هيعمل لنا اي مشاكل. نسحب لجوه كده الفيس ده، نقوم واخدين ده كده وقايلين له ديليت. كده كده بقى انا شغال من غير ما اشغل بالي بحاجة. هنعمل بيفل دلوقتي وهنظبط الدنيا، بس ناخد ده رايت كليك واكسترود انر هيديني فيس تاني، فالاحسن اقوم رايح اعملها بالسكيل تمام بكده، بس انا مش عايز اسكيل على اكس. طيب تاني كنترول وهنشيل السليكشن ده ونسيب اللي جوه، ورايت كليك سلايد تاني وهسلايد اللي جوه كده تمام، سلايد صغير. هرجع للفيسز وكنترول وازق الفيسز دي، طبعا مع كل زقه هتلاقي ده فشيل. نرجع للبوينت مود واوبتمايز ونشوف كده، هنلاقي دنيتنا هنا كده. طبعا المشكله دي جايه من التنجن اللي حصل هنا تمام، فنقفل دي كده. هو التنجن ده اللي عمل الوش. اوبس ده في هنا اصلا لاين شغال. طيب احنا ممكن نصلح ده، ممكن لو خدنا دي طلعناها كده شوية، خدنا دي اوبس كنترول زد و خدنا دي كده حبة، يعني بريح بس الايه، بريح الموديل، لان فعلا التنجن كبير اوي. افتكر كده هنلاقي الدنيا ايوه بدأت تظبط، بس نكمل. التنجن ده فعلا كان رخم. هناخد ده كده وناخد دي كده عشان نحافظ على نفس التوبولوجي بتاع الموديل اهو، دي تبقى نازله كده ودي نازله كده، يمكن دي كمان تترفع كده، دي ممكن ناخد زاويه قايمه اصلا كده. كده التنجن راح تمام جدا 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 زي الفل. ماشي نشيل ده، اظن كده عرفنا ازاي نعالج دي كمان. افتكر دي تاخد كده شوية والدنيا كده 100 فل و14 تمام اوي حلو. رايت كليك وناخد لوب سبورت، عايزين افتكر احنا لو يعني لو خدنا لوب قبل ولوب بعد يحصل ايه؟ يحصل كل خير تمام. نكمل نقفل السب ديفيجن سيرفس، وتعالوا كده من تحت نقوم جايين شايلين كل ده.
بس هسيب الأولاني ده وكل ده ولا له لازمة، هيتشال. نروح للبوينتس، كنترول A رايت كليك، اوبتمايز، ادي الشيب، ادي الشيب بتاعنا. جميل. عايز اشربنه، عايز اشربنه شويه، فهروح رايت كليك لوب باث كات، وهدي لوب هنا بس كده. ايوه بالظبط، عشان يبقى في شاربنس كويسه، واديله كمان لوب هنا. وافتكر لو واحده هنا مش هتخسر. تمام، شفتوا بقى ديفايند ازاي؟ تمام، حلو جدا جدا جدا. تمام، نيجي هنا. افتكر ممكن ناخد اللوبه هنا كده، عشان يبقى الكيرف طالع كمان. شفتوا التدويره بقت عامله ازاي؟ وناخد ممكن واحد هنا كده، وافتكر تعالى 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 رايت كليك، تعالى النايف، اظن شفت الدنيا. هي دي عقدتي، تعالى البتاع دي. لا انا عايز اصلحها، انا عايز اصلحها، انا عايز، مش عايز اسيبها كده. هي فين بقى دي؟ هي هنا. طيب هيحصل حاجة لو رحنا خدنا البوليجون دول. هو هيحصل حاجة لو عملنا كده؟ مش دي الغلطة، مش دي الغلطة والله. أنا أفتكر الغلطة في الفيس ده. هي في عمل، بس علشان أفتكر إن كان المفروض قبل دي، المفروض إن احنا كنا عملنا اوبتمايز، لأن كان في أكيد نقط بايظة. اوبتمايز، وفي هنا إيدجات مش عارف جاية منين بصراحة. في فيسز مش مقفولة وفي فيسز مقفولة. طيب رايت كليك، وتعال ناخد بريدج، ناخد الاي جي دي. بايظة 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 بايظة. كنترول زد،
اهو الفيس المتعلق ده. عايز اغير اللفه بتاعت الكاميرا. ايوه عشان ما توجعليش دماغي. تمام هنمشي مع دي ده هي. نطلع نوصلها هنا، نطلع نمشي بيها هنا، سكيب عشان نبدأ واحدة جديدة. هي المشكلة كلها في دول على فكرة، في الكام بوينت دول، هنا هنا. طبعا زي ما قلت وبنبه عشان الناس ما تقعش في الغلطة دي، هو من الأول ال اكسترود هو اللي كان مبوظ الدنيا. انا مش عارف انت مشكلتك فين يعني، ولا لازم اعيد عليها مرتين؟ ما علينا عشان ما ناخدش فيها وقت. تمام، بس احنا قلنا المشكلة فين. نيجي نكمل فوق، نقفل دي و تعال ناخد هنا حاجة ظريفة، او خلينا ناخد في دي كده رايت كليك. ممكن اكسترود او ممكن اكسترود انر ونشتغل، بس نعمل حاجة تانية خالص. يو بي طبعا الت جي. تمام يو بي ان مع ايه ان بي عشان يجي يو بي، وناخد الفيسز كلها رايت كليك اكسترود. تعالوا خلونا كده create caps. ناخد واحدة بره كده. كليك وناخد لوب 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 كات. ناخد ادي تمام ادي كات ادي كاتتين وادي التالت.
ممكن ناخد واحد هنا وممكن ناخد واحد هنا بحيث تديها الشيب ده. او معلش هدلته. هو الكورنر ده بس يو بي اللي هي سبليت الاثنين سترود مع الكابس. كده تمام. لو قلنا رايت كليك وعملنا هنا لو كات وهنا كمان لو كات ممكن نكمل لو عايزين ناخد واحدة هنا وناخد واحدة هنا. لا كنترول زد عايزين ناخد دي هنا كده وكذلك دي. تمام نقفل السب ديفيجن سيرفيس عشان نكمل. ناخد ده وناخد فيز زي ده مثلا رايت كليك اكسترود انر اكسترود انر مرة وبعدين المرة التانية. في المرة التانية دي انا عايز اعمل سكيل بس سكيل على النورمال تمام عشان ابقى ضامن ان دنيتي تمام مظبوط. سيب شوية كنترول زد ممكن اقلبها اكسس تمام ماشي. وزي ما ده شغال بالظبط كده هقوم جاي رايح واخد ده ولافف ده كده. لو جينا عملنا كده هنلاقي ده بالمنظر ده. هنكمل لسه هاخد رايت كليك اكسترود انر سكيل على النورمالز ماشي. نشتغل بالسكريبت بتاعنا زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت. سكريبت سكريبتس بوينت سيركل. أول مرة أشوف السكريبت ده يشتغل من غير النقطة اللي في النص. عامة خير وبركة. رايت كليك اكسترود اكسترود لجو كنترول زد شيل الكاب اكسترود لجو سكيل. احنا دخلنا جامد اوي اطلع كده. بعد كده رايت كليك اكسترود انر كنترول واسحب على تحت ديليت. ارجع كده هنلاقي الحفر بتاعنا كده. طبعا لو ممكن احنا نعمل رايت كليك وناخد لوب ونشوف بقى السبورت لوب هتتحط فين. واحنا ممكن نشربن ده كده. لو جينا عملنا كده هنلاقي دي بقت شارب بس انا مش عايز اشربن دي من هنا. يعني انا عايز اديها شاربنس من جوه بس. افتكر ده كده هيبقى شارب قوي وده كده هيبقى شارب قوي. لو جينا عملنا كده هنلاقي فعلا بقت شارب. افتكر ان احنا لو عايزين نديها كت هنا و وكت كت هنا ممكن واحد
هنا ممكن واحد تاني، واحد تاني هنا كده، دول هيخلوها كده ان ايه، تمام، هيخلوها بالمظبوط بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، تمام جدا جدا. نكمل. انا عايز اخد ده هنا كده وده كده مثلا، هقفل دلوقتي بس عشان ناخد ده برضو هنا وناخد لوب هنا. كل ده ليه؟ علشان اخلي جسم الشيب بتاعي متماسك زي ما احنا شايفين كده. ممكن بقى نعمل ايه؟ ممكن نروح لسلكت باث سلكشن ونعمل بقى حاجة ظريفة قوي. ممكن اخد اللوب ده كده مع اللوب ده كده مع اللوب ده كده، هنكمل لتحت، تمام، شيفت كمل، وممكن نغير في اوبس كنترول زد، ممكن نغير في المكان بتاع البوينتس، هقول لي يعني حاجة كده مثلا، تمام، ممكن ناخد دي كده شوية كده شوية، جميل. رايت كليك بقى، هاتلي كده البيفل ونعمل بيفل. اهم حاجه نتاكد ان الميترنج معمول على يونيفورم مش ديفولت عشان اضيع دول، تمام. بس نروح بعد كده لدول ونروح بعد كده لللوب سيلكشن ونجيب دول، رايت كليك زي الباشا كده وتاخد دول لتحت شويتين. لاحظ اي سيمتري يتشال منه ده، واي ايدج مفتوحه ما يبقاش فيها في زي ده، تمام. البوينتس كنترول اي رايت كليك اوبتمايز. طيب وبعدين علشان نخلي الحفر ده ماسك يعني مثلا كده، لو عملنا دي كده، بصوا ساحت على بعضها ازاي، شايف الكيرف واسع قوي ازاي، انا عايزه كده بس شارب. روح على الرينج سيلكشن وروح على دول، اضغط هنا هيقوم سيلكت المتوازي، شايفين عمل سيلكت على كل اللي بيوازي بعضه جوه الجروف اللي احنا عاملينه ده. عايزين نكونكتهم MM مره MM كمان مره، تمام. احنا قلنا MM بتكونكت البوينت والايدجز، هنا MM MM. لو جينا عملنا كده بقى، شفتوا بقت ماسكه ازاي؟ تيجي نرجع نبص على الشكل، نيجي هنا تاني select path selection، تمام. ممكن ناخد path زي ده كده، بس ده بقى